بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي إيماننا يا إسلام وندمنا هتوشي الله سبحانه وتعالى بزي لقاء الله إن شاء الله عندنا التواوس يفكده يميهونه سلا نبي صلى الله عليه وآله وسلم لدات يهونال يا نبي صلى الله عليه وسلم لدات بماس ملكت بتلايا نتوش زريعة أن التواوس لن با الله سبحانه وتعالى فكاد نبي عليه الصلاة والسلام قدما مقبعا لن ولتنيا نبي صلى الله عليه وسلم متشر يتولدت سوستنيا لمهونو بمولداتشو لن دستي قباني هون كزاس بهالا يا نبي صلى الله عليه وسلم لدت بماس ملكت كمتش يجمرونو مكبر يجمرو عندما سرج جنتس ميك أمتوت نتبوش من دناتشو لمهونو بمكبرو يتنسا يالو تقروتش نوري هون كالوس إنما ناتشو كزاس علماوش يا شريعة بالا باتوش عندزيهم دمو يا دين مسلم لك أمتوش بزيه قد تيلاي منالو يميلون إن شاء الله عندس سالن نبي صلى الله عليه وآله وسلم متش تولدوا بميلو سنوك أن من ولداتشون بمس ملكت نبيه صلى الله عليه وسلم يتنقروت نقرأ لها سنو لمن دميس أمو بميت أيكو كزي سنوك أن يتولدوا بتكرن دهنا تنقروا المصطفى صلى الله عليه وسلم يتلاكوا بتمكرن دهنا تنقروا بزيه مسارات سنوك أن من ولداتشو علموه تشولو يتسمى مبات إجماع يهلبت مسألنا من الخلاف يلو قنيت نيو كأننا ورلينو يميلو يتلايو أقوالوش بنور ما هنم راجحو ربيع الأول مهنو ترطاري يلو ما هنم يابزان يوتشو علموه أقوال لو جمهوروشو تنكرهم قول السنو نقرقن بكأن درجاء سنتنيو كأللينو يميلو يتلايو وزقب يتكمت أبتنو إمام القشيري رحمه الله من إلاله ففي هذا الشهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه توفي بزيه وروست نو يتولدت رسول صلى الله عليه وسلم بزيه ورم وست نو يموتوت عليه الصلاة والسلام إلاله. طيب ديناتشن عندما يتوقعوا الله سبحانه وتعالى مولا درقوتال أدريس ميت أمر ربتنا قري اللهم أميك الناس ربتنا قري اللهم قال الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بخاري مسلم زقبت حديث طارق بن شهاب عن طارق بن شهاب رضي الله عنه وارضاه يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندي هالة عند يهوداوي متأنى من لو يا عمر آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. إن يا عمر هوي عندي تأنكس قالت إن أنت قرآن مستمت تقين تأنكس إن يا يهودا وش لابت ورد نرو يعني كان كبرابة على درقين إني زون ببرا. عمر بن الخطاب من الحمد لله من دلنا آية ولو هن يعوني أنا بكلات جون أنكس أنا ببا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يميلون يا الله كعلم عالتنا بزاري ولد هاي ما نتاتشهم والله ولاتشه سقينم دم الدمكن كهي ما نتم مسلمنا مرد كلاتشه على الله جل في علاه. دين مولتوت على الله كمولا ليقول لا يتلم سقاون دم دموال أبقوا تعال مالتنا كسلمنا كهي ما نتم اسلمنا مرد لنا. عمر الخطاب رضي الله عنه من الهلال الحمد لله ما تشيكان كس اندا وردت انها قال ودي ايمان وندمو تشيناها توتشي يهونا قد الي وزقبو السنقبا مملا شعلن قراننا حديثنا جه كل جزي على مقبابات كتفتره أين تنياهنا مسرتاي مفتيها مثل قال الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر بعنداش نقر كالتقباباتو على مقبابات كتفتره ودى اللهنا ودى ملك تنياه ملسط ودى قراننا ودى حديث مالتنا
በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምኑ ከሆነ ይላል አላሁ ጀለ ፊዑላ። طيب انا رسول صلى الله عليه وسلم مولداتو ማንኛውም ሰው እንደሚወለደው ያስደስታል። ከያቱም ነብይነታቸው የተወለዱ ለት አይደለት ወቅትና ሰዓት ላይ አይደለም የታወቀው። ነብይነታቸው የታወቀው በኋላ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም። ምንም እንኳን ባለፉት መጻፍቶች ላይ ተተንብዮ ቢቀመጥም ቀጥታቸው መሆናቸው የተረጋገጠው በአካል ወሂ ከወረደ ጊዜ ጀምሮ ነው። የነብይነትን ማዕረግ ከተቀናጁ ጊዜ ጀምሮ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም። ስለዚህ በርግጥ ማንኛውም ሰው ልጅ ሲወለድለት እንደሚደሰተው ሁሉም ሰው መደሰቱ የግድ ነው። ምንም አይነት ልጅ ይሁን ልጅ ሲወለድ ይደሰታል ሰው። ይህ ኖርማል ደስታ አይደለም ዛሬ ምናወራው ወይም ምንነጋገረው። ለመሆኑ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመወለዳቸው ብቻ እንደሰት ይሁን? قال القشيري رحمه الله ففي هذا الشهر بزيه ور وسط ولد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه توفي بزيه ربيع الأول وروستنو يتولدتم يموتتم رسول صلى الله عليه وسلم فلماذا يفرحون بميلاده ولا يحزنون لوفاته يتولدت ربيع الأول كهنا سنوك أنك هنا يموتتم ربيع الأول أسر ولدت لايك هنا لمن دنهن كان يدستاك أن أرقوم يزو السواج يهزن أن أرقوم يزن برباتش ومازك اللباتش. وقال الفاكهاني رحمه الله المورد في عمل المولد بمبالو كتاب أولاي إن الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعينه الشهر الذي توفي فيه فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه. رسول صلى الله عليه وسلم يتولد بتور يموت بتور نو راسو يموت بتور يتولد بتور نو راسو ألا تكرار بينا. إذن يزن كان كدس كحزني لك دستا تجبي ميونبت من مكنيات يلم. ويقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله لطائف المعارف بمبالو كتاب لي وأما دخوله المدينة ووفاته مدينة وقباتاته رسول صلى الله عليه وسلم إنا يموت ألتاته فكان في ربيع الأول بغير خلاف كان من مزقب ربيع الأول لا ينبر مع الاختلاف في تعيين ذلك اليوم من أيام الشهر. يعني يوك أنه ربيع الأول وست يتين يوك أنه يمي لو لا يوزق بها اللنجي ربيع الأول مهون لا منم ترد عليه يلو من اللو. سلم وليد سنة وراء حكم بمنا وربت قزي من يهون فردو من يهون بيينو يمي لو سنة وراء الناس اللي ملكت أما النايو نتبع له. سلم النشاو سنة وراء سلا فردو النا حكمو يهون دمن دامي لا يمدرس يتشارع متشنو جيت جمروا كتب على فاطميوت شيعة قبص وسط يمي قنيو شيعة وشنات شيء جمروت بأعراد تنياو أما تهجر علي بأعراد تنياو كفل زمن بهجر أبقى تاتر أعراد متو منها من أما تلاي مالتنا النسو نات شيء جمروت نقر قن سبات تنيا أما تهجر يعني سبات تنياو كفل زمن سبات متو أكابي لاي دقمو يا إرب عراق وسط متجين كتمان جوس ملسو انديان سرار عجرك كذابها لا بمسلموش مهال مسراج أتنا بكفتين يا درجة مسفافات جمر مكرياتو من دني ميلون علماء الشيخ الإسلام تيمين رحمه الله لم سالم إلى لو كولتا لنا سببه إما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فظنوا أن هذا من مقتضى المحبة يا رسول صلى الله عليه وسلم وديتان وتبلون عندما النشي توصلوا نايهن عندما انكوطروت رسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما ودد عرقون يكوطروت إذن عند سوى رسول كولد مولد يقد ما كبر يالبت مسلوت عياتش ولتن يو كنات دمه ومضاهاة للنصارى كنصارى وشقهاب مفوكا كرنو لأن النصارى يقيمون عيدا لمولد المسيح عليه السلام وأيا كان السبب فكل بدعة ضلالة. ወይም ደግሞ የኛ ነቢይ ከማን ያንሳል? ክርስቲያኖች ወይም ነሳራዎች የኢሳን ዓለይሂ ሰላም ልደት እያከበሩ አይደል እንዴ? ስለዚህ የኛ ነቢይ ከማንም ነቢይ በላይ ነውና ከማንም ነቢይ አያንሱምና ስለዚህ የእሳቸው መከበር አለበት እዛ መከበሩ ካልቀረ በሚል ስም ነው። ሁለተኛው እንደ ምክንያት ተነስቶ ማን ከማን ያንሳል በሚል
يتنسى يتنققوا يام هنا يهجن ما كبروا حكموا من عنده هنا أن ملكة الله. إذن كأردت أن يومتو عمت أردت متو سلاسة كابينو يتجمروا عندك كهونة تاريا من دنو ماسر الجاتشو ويس من دنو من نشاء درقو يا كبروا بنقرات شلاي لك مجمرا كابي سيكبر وين ما كبر سيجمر ماسر الجالة تبلو في الصوم على تتقسم على توسّم نبر في الصوم ماسر الجع على تبلو على تتقسم على توسّم نبر زنبلو تجمّر دوم يا نبي صلى الله عليه وسلم بتشاس عيون يا صحابة وتشمهلو يتجمّر ربت جزين نبر يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي يليلو تجمّر كاتا موليدو تجمّرون نبر نقرقن ودا مجرش عكابي يا رسول صلى الله عليه وسلم موليد بتا صنّانا ليلو تكرّو معنتنا أهون نبال لنبت جزين يتلايو مولدوش يتكبرو بابزان يو يشيخوش يتبالا يوليوش يتبالا يتوسنو صغوش بيتا يتلايو ينسو لدت سيكبر يستوالا لمهونو لدت لما كبر عندما كنياتنا عندما النشاء يتتكامو اتشو نقروش من دنات. طيب مولد ما كبر حكمه من دنا سنانو مالت جميتل عندما سيلم بنقرات تلاي ما سرجال لو كتبالا عند نقر سنانو مهون ميتلو وين واجبنا وين مسننا ما سرجاك الله ما سرجاك اللي لو رقمه خلاص يدين كفل على اللم مالتنا يدين كفل قال هنا لمو تنقاكي ما دركينه ربنا عيد وين بعل بنقرات الله عيدنا عبادنا ديننا لذي هنا نبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل قوم عيد قالوا ليان داندو حزب ليان داندو مهبر سب يراسوا بعل الله ينيا دقمو عيدنا يا مسلموش عيد عيد الفطر لنا عيد الأضحى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مدينة بمهيدو بتجزيم سيقابو يهودا وش ميا كبرت بقى النبراتة رسول صلى الله عليه وسلم من دنو سيلو بقى ليا يا كبرون النزين ولد كانت وش سيلو عتم من دنيا الله عز وجل إن الله أبدلكما بخير منهما كالنزين ولد بقى لوش يتشالو بقى لوش الله سبحانه وتعالى تكت ولا تها كير ولا تها لوت ولا تها على الرسول صلى الله عليه وسلم النزي من دنا تو عيد الفطر لنا عيد الأضحى نو ولله الحمد والمنة يهم يا سيد من دنا بقال ويم عيد من بالو عبادة أملكوت عندهن نو بقلت يهم يا سرتا طيب عندما سر الجنة إذا سنة قال هنا بدعانا بدعة مالت عديس فترى مالتنا بقرآن النا بحديث وستيل الله عديس أملكوت عديس منجد عديس فلك ما متعت مالتنا طيب بدعة بمهونو مولدي يميا كبرو ميهون يما كبرو سويت بقهر على اسمان مالو نقرقن يميا كبروت حسنة بدعة حسنة بلا يجمع ربطها الملكام يا مارت بدعانات طرو بدعانات او برقيت عديس نقرنا كيزي بها لأي متانو نقرقن من اللبت طرونا او الهلو عندما سرجان نتم من دنو ما سرجات شو سيبال بركات تام سرجات شن يا متالو النزيهن بتوسن الرجاء يتوسنو تن وانا وانا ميبالو تن يا وسان من لا شاتشون الناينا ودكت أنت بوش إن الشجرة لن عندنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يمجمر مصر الجارقة ولم يسكمدوت بأ الله تروفات نزيهم بزنته بزيه يدسته فبذلك فليفرحوا بزيهم يدسته ولا الله سبحانه وتعالى سلزي رحمة يمي لو زيان كتلا يبكت تيتفلقوت نبي صلى الله عليه وسلم ناتشو سلزيم الدسات تفكروا لنا المالتنا تنازلا مع الخصم الشيخون رحمتي تفلق به كزي سفى معنانا وبرقد نقرق النبي صلى الله عليه وسلم انكوان الشيخون انديتنا ما كبر يهلبن قرآن وين بحديث مبراراتنا بربت يهدستاتنا امن قل صبتن منقد يمن قل صبتن سيستم عبادانا دين اسكوان اكزي درس لقمو براساتنا في اللاقوت براساتنا والساني يفلقنا ما ندمانتل يتوقنا هل مسلموش بقاران نسمى مالن يا الله اني ملكت يوم ما صلاة مثلا رسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي سسجد داياچوت هلو سجدوا ويما سغاغداچو لك اندني مهون اللبت بلو باستمارو غزي ويم كاستمارو لت الناس اتجمرو اسك زاري درس اهون اسكلنبت غزي درس اسك يوم القيامه مدرس ماننيوم اماني سجدتو كرسول صلى الله عليه وسلم يا سغاغد سلتنا منجد وچ اندايون تنقاق يادركال لا شك لك ان ذا كله ليلوتكم عباداتك لاي تمساساي اقوام لنورن يقبال الله تدسته عليه انديت نو مدسته يالبن
قدم يا تشهلو برقت رحمه يميلو كزي سفا معنا يلا اش بنبي صلى الله عليه وسلم ان كان بنفسره يا اسدسه مدست من كل بس سيستم النظري ومن دني يميلون ما وقو بجلس مسرجا مقمطو يا قدنا ميهونه معناتنا ليلو كم يامطاتشو مسرجاوش مكاكل يا نبي صلى الله عليه وسلم قال له من سنى في الاسلام سنه حسنه من سنى سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بس لما الناس تقدس نجر فلق يا متع يسم يهون يسرو سوت من دا ياقين يالو أرأي هون علينا مسالي هون علينا أن زهنا مسال يا متع حديث يتعلو أن زه حديث من سرته رسول صلى الله عليه وسلم صدقة أمتته وده صدقة سيا النساسو وده زكاة صدقة سيا النساسو هلو مزم بالبت مجمرة أمتته يسد صحابي نبرا يهين مسالة أرقونه رسول صلى الله عليه وسلم يتناقروا تنا يهين نقر ياسك أمتت طيب مولد المكبر من أين تشقروا تشعلو من ياسك التلاتشو تشقر على كتب على بزو أين تشقروا تشعلو كالنزام كاكل وانا ونا كبالو نقر مولدوس كم يبالوت نشيدوش كفر ياللبت نجر منورونو كفر ياللبت قتم منورونو يه كبار قتم كفرن يمياس وجب كأسلمنا يمياس وطع نو نبيات صلى الله عليه وسلم من بلو سيقتمو ويم ساتشون سيامو كاشو من إلالو البصيري كتاب لاي بمولد كتاب لاي يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي فإن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لا سبحان الله يا أكرم النبيات صلى الله عليه وسلم نمي الدارة كان كرسو بستكر يفطران هلو مرتهون كرسو بستكر مت أجعلنا مشاشا إلنهم أدقاسي درس على ما كف ويم هلو يميا كاتت هلو يميا درس أدقاسي متى كرسو بستكر مدرشة إلنهم والله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله يتشقر نسو بميت أراقزي إشي بلو من لا شيء ميسات أدقان يميا نسا كالله بستكر ليلة مانا ألا بمدر الله يمتتكم يا رقاتشو كالله قلت ليلة أملاك ألا نبيانا تود ليلة نقر باينور مولد لزيه شرك بيتشا يكفى عينة يزي عينة شرك بيتشا منورو لمولد كفات بقي مصر الجان النزيهنا بدعة نولين وست من المينة مصر الجان بوتا يلهم النزيهم دمو كمسعفت بالبيتش ككريستيانو تشنا كيهودا وشقا ممساسل اللبت دنبر لما لفنا بأ الله ليلة ما قارات تلك مساريانا مكنياتنا قنزب ما باكنيا من قدنا النزيهنا مسل طفاتوش اللبتنا لزيهنا آئمة وچو علماء وچو هلو بكفتنيا درجاء يا وقصتنا لك أبلو زقجوها النبرو بتقلو مولدن رسول صلى الله عليه وسلم أنا كبروتم صحابة وچ على كبروتم آئمة وچم على كبروتم مكنياتم كأرات متو آمت بحراني متو نقرقن علماء وچه وتاتشون سناي آئمة وچو آئمة المذاهب انكوان مولدن آياكوتم انكوان لدقفوت متجتم مالتالو ما قينتو أبو حنيفة رحمه الله لمسالي بمتو همسا أمت هجر علينا بل يموتوت إمام مالك بمتو سبازت أني لين يموتوت إمام الشافعي هلت متو عرات لين بل يموتوت إمام أحمد هلت متو أربع عند لينو البخاري هلت متو همسا سدست لين ليلوتشم مجرشة إمام النسائنا كم حديثوت كهون سنناي وانا ميبانونا ميتاوكو سوست متو سوست لين يموتوت كذابو على المولد يمتا سلزه الدين مستليه هنا يتلا نا الله سبحانه وتعالى يالدنا قوصل هنا أننا يوزق ابنة بمكاكلات بمسلم وش مكاكل مهوني اللبتم مكنياتهم كنيا دين وست من مدب أيضا لمنا الله إنما ملكتن يوم يدقفت أيضا لمنا الله سبحانه وتعالى يسن من مريم من الكتل يا نبي صلى الله عليه وسلم فلقي من الكتل أرقن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.